السلام عليكم. جندي كان يقاتل في صفوف التحالف العربي أصيب بطلقة في الرأس قبل سنوات، أسعفه زملاؤه ثم نقل إلى مستشفيات المملكة العربية السعودية، وضعوه في سرير بحسب إفادة أسرته، وبعد أشهر من الانتظار أعادوه بإعاقات مختلفة وفي الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى مساعدة أطباء مختصين في المخ والأعصاب، لم يحصل على شيء من التدخل الطبي سوى ما يستطيعه أطباء مستوصف عادي من إسعافات أولية وإجراءات مؤقتة. نتابع مشاهدينا قصة هذا الجريح في الفيلم التالي ومن ثم نعود. الإصابة في المتون في الجوف، يعني أصاب تاريخ 10/21/2017. أنا تلقيت البلاغ من هنا، أنا كنت موجود في البلاد ما كنت معه. عندما بلغوني قالوا أسعفوه للسعودية، أسعفوه للسعودية، دخلوا مستشفى خالد في النجران، وجلس معها 3 شهور زميله سليم سيف ناصر. وبعد 3 شهور اتصلوا بي قالوا إن سيف ناصر يشتي يروح معه مشكلة في البلاد. وطلعت أنا، نقلوه إلى مستشفى حبونة برضه يعني المحافظة من محافظات نجران، وجلس معه هناك 3 شهور. علي بإصابة أخي من مرافق حقه سليم سيف ناصر اللي كان معه في الجبهة، وطلبنا قال لنا خوف إنه جرح ونقل للسعودية. بعدين جلسوا فترة معه 3 شهور، ثم اتصل قال اشتي واحد يبدله يا اخوانه او ابوه. طلع الوالد لما السعودي جلس معه 3 شهور، ثم حوله لمارب، كان يرسل لي برسائل وليد بيصدروه لمارب او لسيئون. تواصل معه كذا اسبوع اسبوعين، لما في الساعة 6 صباحا ونلقين رسالة، الان انا موجود في مارب انا واخوك، لا بتنزل ضروري لعندنا لمارب. الإصابة أنا تلقيتها من هنا، كان يعني اللي يعني أبلغنا زميله سليم سيف ناصر، وقال لي ابنك أصاب والآن أسعفناه للمستشفى. أنا جلست أنا فترة هنا، وراح معاه هو ذا زميله للمستشفى. بعد فترة أبلغني قال لي أنا إيش أروح وتعال بدلني. بدلته هو في مستشفى حبونة، زي ما قلت لك في مستشفى حبونة. يعني كان يعاني من تشنج ومرض، بالرغم من المستشفى الذي يعني حولوا فيه كان مش موجود فيه مستشفى يعني اخصائي مخ واعصاب. لما جيت عنده قلت له كيف الولد يتشنج هذا والمملكه العربيه السعوديه يعني متطوره بالاطباء يعني الحاجات الحديثه، قالوا هذا المستشفى لا يوجد فيه. انا انصحك انك تحوله الى مكان اخر. نزلت مارب عنده واستقينا في مارب، في مستشفى في سكن الجرحى في مارب. سألت ليش ما ودوه في مستشفى، ليش ما، قال ما قبلوه في أي مستشفى، الآن مرقد في السكن، الجراح كله حتى الدود كده عرض دود هنا، في دود نتيجة اللي هنا الحق السعودية والجرح هنا وكلهم جرح كان. هذا كله تعرير. جينا في الليل الساعة 3 أنا وأخوه هذا معي، ودخلناه المستشفى الا صاحب مدير المستشفى رفض ما يقبله، قال لي شاف الحق وهالبطاقه وقال هذا من حفظ لحق اصحاب السعوديه لا يمكن يدخلوا في المستشفى، في مستشفى الهيئه في مارب. وبقي يعني 40 ساعه او 48 ساعه تقريبا، 40 ساعه يعني خارج المستشفى. حتى اتصلت بقائد اللواء، انا قائد اللواء حقه، وقائد اللواء ارسل لي بالمندوب، مندوب اللواء، وراح مندوب اللواء يحاور المدير، قال له كيف هذا من افرادنا ومن قوات اللواء حقنا وكيف لا تقبل المستشفى؟ قال له انا عندي توجيهات ان اي انسان عايد من السعوديه لا يدخل المستشفى. وبقينا 24 ساعه برا، وبعد المشاكل كذا هو من المدير ودخلوه السكن الجرحى. عندما ودينا سكن الجرحى المدير حق سكن الجرحى رفض ما يقبله، قال هذا بحاجه الى عيانه مركزه
وحالته خطيره، لا يمكن يبقى يعني في السكن. قال المدير خله يعني حق يعني يومين اربع ايام كده بينتهي، يعني زي ما تقول يعني بس اخرج المستشفى لعذر بس. قال له انت اقبله لمده ثلاث ايام اربع ايام وقد الانسان بهذا بينتهي، لا داعي تدخل. قال له انا ما اقبله يعني على الاكسجين ولا الغذاء يعني من بطنه عبر كان يعني عبر المعده. قال له انت خلي معك في السكن ثلاث ايام اربع ايام وقد بينتهي. قال لي يا اخي، سال المندوب قال لي يا اخي انا ايش اصلح لك؟ انا قدامك يعني بيقول لك ما يقعد في المستشفى، يخلو في السكن الجرحى مده ثلاث ايام اربع ايام وقدر خلاص بينتهي. قلت له خلاص هذا الحل، يعني انسان يودع حياته معاهم. قال لي ايش بيصلح لك؟ اتصل بقايد اللواء. قال لي انا ما اقدر اصلح لك اي حيله. قايد اللواء حقه ما انا. قال لي طيب المندوب خليه هنا، واذا توفى صيح لي مشان بدخل الثلاجه. انا جيت قد هنا قد يتابع الوالد هنا، كنت يعني تابع واعطاني كل القصه انه ما قبلوه في المستشفى ايه مرضي يرقدوه. بعدين افضل عين اتكلم في السكن، افضل عين يعني اتاثر. تابعنا له لما نوديه لايه، طلعنا لما فوق في الدور الاول ثم حولنا للدور الثاني رجعنا. قال هذا ما يقبل، هذا يحتاج الى سرير يعني موت، ما لاي علاج. ثم يجلس في السكن تعامل معه بين كنا صفين، حتى انا كنت نفسي بظهر لما الدكاتره ما يصفوا له يعني في بصدق بنيه كذا يمشي لحاله. بعد كنت انا اشي منهم علاج واشي منهم هيدروجين واشي منهم عطب وبعض الادوات الصحيه اشتري شراء. انا كنا نوالي وانا صفي له نفسي، كنت اصفي له يروح اللي هنا واللي هنا يروح داخل مباشره من مستشفى الهيئه مباشره، يعني ثاني من مستشفى الهيئه الى باص صهيب. وصلت الى باص صهيب قالوا من فين هذا؟ قلت لهم هذا احنا كان في السعوديه، ومن السعوديه نقلنا الى مارب، ومن مارب حولنا لهنا. قال معك ورق تحويل؟ قلت لهم لا ما رضوا يعطونا. بقينا من الساعه 3 السحر الى الساعه 7 تقريبا صباح. اجى صاحب الطوارئ قال لي هذا يحتاج الى عنايه منزليه، ما نقدرش نقبله ولا نقدر نخليه في المستشفى. وخرجنا الساعه 7 المستشفى، يعني اعطانا ورقه يعني عاديه، هذا يعني رعايه منزليه يعني. تم لك الرعاية المنزلية، يقول لك يعني هذا يعني مش مقبول، هاي يروحوا البلد. في عدن حتى ما قبلوا ذهب صحيح، ما قبل ابدا ما قبلونا. وصلنا الساعة 3 الفجر، لما الساعة 7 ركبوا لك ربه مغذيه، جاء الدكتور قال هذا يحتاج إلى سرير عين موت لما أنت ماشي لأي علاج. شلين سيارة ينجز روحوا لما البلاد. ما أبدا ما قبلوا ذهب صحيح. بعد ما خرجنا من مستشفى بصهيب روحت للبلاد، جلست حوالي اسبوع في البلاد. يعني اصحاب الخير اصحاب المنطقه من جميع عنده حاجة حتى اربعه وحد خمسه وحد 15 وحد هكذا طوالبا، وطوالبا له حوالي تقريبا 300,000 يعني من مواطنين. ونحن غلقنا من عندنا ونزلت الى مستشفى الكوبي وصلحت له عمليه يعني ب 831,000، هذا حق العمليه بس، حق القسطره وحق القسطره فقط. ولا السرير، لان السرير في الليل 30,000 من غير العلاجات. يعني تكلفت العمليه الاولى في حدود 1,600,000 او 500,000 كذا على حسابنا وحساب يعني فاعل خير. واحد جمع هناك واحد من شبوه تقريبا او كذا واعطانا حوالي 4,000 ريال سعودي نفسه طرحها وقال هذه انا فاعل. وصلحنا له العمليه بطريقه خاصه. عملية ثانية لأن قبل فترة يعني معنا روحنا بعد ما صلحت له القسطرة روحنا وجلس سنة هنا في البلاد. بعدين تجرحت تعفنت الطرف حق القسطرة في البطن هنا وخرج تقيحات وأسعفته إلى عدن ودخلته في مستشفيات خاصة برضه هنا في المستشفى البريه نفسه حيث صلحت له العملية الأولى. وقال لي العملية ب 763,000. وقلت له يا أخي أنا ما أقدرش صعوبي يعني ظروفي صعبة وأنا ما في، أنا من سنة متقاعد راتبي 35,000 ومعي 6 أطفال ولهذا العمل ما قدرت. قال لي إذا كان ما تقدرش خرجني. وخرجت لباص صهيب. باص صهيب مدته كان بس اللهم السرير مجان من قبل في المستشفى وكل شيء على حساب الفضل. اشتريته اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. اليوم الواحد ب 13,000 ريال العلاج، كان يسجل لي الدكتور كوبي
وانا اروح اشتري من برا. وبعد 3 ايام شفت نفسي تقهقرت يعني ما قدرت. وجاء واحد فاعل خير ودلنا قال لي شل ملفك هذا ووديه لمستشفى عبود في هناك مكتب للجرحى ربما بيساعدوه. وديت الملف هذا للمستشفى وكانوا جزاهم الله خير عملوا معي. الأخ وليد أصبح الآن طريح الفراش رغم أنه لديه أسرة أولاد تمام وأصبح طريح الفراش ومرتباته متقطعة وظروفه صعبة ونتمنى المهم من تحالف النظر إلى هذا الشخص المعاق أصبح معاق يعني جسديا تماما مطروع على الفراش ولديه أسرة ولديه علاقة شهرية ما حد يقوم به إلا أبوه زي ما خدمهم وخدم الوطن هذا وقدم حياته اني عيلوه وعيل اسرته اصبحت الان اسرته مضيع رغم بقائه في المستشفيات السعودية 6 اشهر فقد تركوه في مستشفيات عادية بحسب افادة اقاربه ولم يعرض على اطباء مختصين في المخ والاعصاب وفوق ما تعانيه أسرته من متاعب علاج مريض في حالة شبه ميؤوس منها وكما يقال لا هو حي فيرجى ولا هو ميت فينعى وفوق ذلك أصبح والده في حيرة من أمره للمطالبة براتبه الذي لا يدري من أي جهة عليه أن يطلبه مشاهدينا الكرام للحديث عن هذه القضية ينضم إلينا المحامي توفيق الحميدي مرحبا بك معنا سيد توفيق مرحبا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة وأود أن أستغل منبركم الكريم وأقدم خالص التهاني والتبريكات لجميع اليمنيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير والبركة والأمن والاستقرار نعم سيد توفيق إذن هذه القصة قصة هذا الجريح تعرض لإصابة تم نقله لمستشفيات في السعودية أقل ما يمكن القول عنها أنها مستشفيات رديئة لربما فقط حصل على إسعافات أولية أيضا حالته ميؤوس منها لا هو حي كما ذكرنا ولا ميت والده الآن في حيرة لا يعرف من أين يستطيع أن يأخذ راتبه كيف يمكن وصف وضع هذا الجريح وأيضا توصيفه قانونيا كيف يمكننا أن نفهم هذا الوضع في حقيقة الأمر ما يحدث في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية وصف يفوق يعني ما يفوق الوصف ربما لا نستطيع أن نستوعبه في برنامج أو في حلقة أو في حلقتين كنا في تقرير محرقة الحدود في منظمة سام ذكرنا بعض هذه المعاناة للجرحى اليمنيين وما زلنا نتابع إلى حد اليوم هنالك مأساة حقيقية يعيشها اليمنيون على الحد الجنوبي المملكة العربية السعودية هؤلاء الجرحى ذهبوا ليقاتلوا المملكة العربية السعودية بالأجر اليومي ضمن استغلال بشع من قبل سماسرة يمنيين وسماسرة سعوديين استغلوا الوضع الاقتصادي اليمني ليوجدوا علاقة مختلة من الناحية القانونية لا توجد هنالك علاقة واضحة وزارة الدفاع تخلت عنهم المملكة العربية السعودية تعتبرهم مقاتلون بالأجر اليومي ومن أصيب من رفع صوته يطرده للمملكة العربية من داخل المملكة العربية السعودية وهنالك بالفعل جرحى اليوم يعانون الويلات الأنكى والأدهى من ذلك أن هنالك جرحى يتم أخذهم من داخل هذه المستشفيات ويعادوا إلى الجبهات للقتال رغم أنهم لم يستبرئوا حتى من الجرح وهذه شهادات موثقة لدينا في العام الماضي من شهر رمضان المبارك تم طرد ما يقارب 200 جريح إلى مستشفى يقال بأنه عد في مأرب لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لعلاج جرحى الأطراف المبتورة هنالك سكن مطروع في خميس مشيط لما يقارب 500 جريح يمني لكنهم كل من تتواصل معهم يشكون الإهمال يشكون التمييز
وأيضا يشكون انقطاع الرواتب، يعني هم بل أنهم يرون أن المملكة العربية السعودية تهتم بالجريح الذي يسقط من جماعة الحوثي أكثر من اهتمامها بالجريح الذي يسقط وهو يقاتل معهم، لأنها تظن بأنها سوف تحصل منه على معلومات ويمكن أن تبادله بجرحى سعوديين أو بأسرى سعوديين لدى جماعة الحوثي، وبالتالي يحظى بالعناية الكاملة، بينما المقاتلون الذين يذهبون إلى الخطوط الأمامية لا 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 يعني لا تذهب معهم الإسعافات الطبية اللازمة، بعض الجرحى يتم نقله يعني نقله بنقالات بدائية، يستمر زملائهم بنقله ما يقارب من 6 إلى 5 ساعات، البعض يصل قد توفى أو ذهب منه الدم الكثير، أحد الجرحى نعم، انفجر بلغم ظل ما يقارب 3 أيام دون أن يجد أحد من يسعفه. اليوم هنالك جريمتين، الجريمة الأولى متعلقة بالمقاتلين الغير قانونيين الذين يعني يقفون ما بين منزلة المرتزقة والمقاتلين بالأجر اليومي، هنالك اختلال كما قلت في العلاقة القانونية، والجريمة الثانية جريمة إهمال هؤلاء الجرحى وعدم إعطائهم حقوقهم الطبيعية والواجبة بموجب الاتفاق الذي كان بينهم. نعم سيد توفيق، هل لديكم إحصائية بعدد الجرحى والمصابين في محارق الجنوب كما وصفت؟ هو لا توجد إحصائية دقيقة، لكن كان بحسب الإحصائيات التي وصلت إلينا كان هنالك ما يقارب من 200 إلى 300 جريح بترت أطرافهم، هؤلاء من نتحدث عن عمن بترت أطرافهم، بينما الجرحى بشظايا والجرحى ربما بالرصاص يفوق العدد، لكن نحن يمكن أن نستشف عدد الجرحى مقارنة بعدد القتلى، ربما عدد القتلى يصل إلى 5000 إلى 6000، هنالك نعم مقابر أنشئت في المملكة العربية السعودية، يعني إحدى المقابر بحجم ملعب الشهداء في مدينة تعز، يعني نتحدث عن ما مساحة يمكن أن تستوعب من 1000 إلى 1500 قتيل، وبالتالي سيكون عدد الجرحى أكبر. اليوم هؤلاء الجرحى اليوم في المملكة العربية السعودية، البعض يتواصل معنا لكي يعني نتوسط أو يعني نوصل نداءهم من أجل أن يصنعوا لهم إما عملية تجميل أو شراء لهم أطراف صناعية ليستطيعوا حتى أن يعودوا إلى الحياة ولو بصورة أقل من الحالة الطبيعية ليمارسوا دورهم الطبيعي. نعم سيد توفيق، إذن حسب ما وصل إليك من شكاوى وشهادات من هؤلاء الجرحى، كيف يتم الرد عليهم داخل هذه المستشفيات، وهل يمكن اعتبار ذلك تملص من حقوقهم وتذرع بنقص الإمكانات؟ المعاملة تتم على مستويات، البعض يتم نقله من داخل الألوية إلى مستشفيات معينة، هنالك ربما كما قلت لك نوع من التمييز، بعض المستشفيات لا يدخل إليهم هؤلاء الجرحى، وبعض المستشفيات لا تقبلهم إلا وفق شروط معينة، ربما قد لا تتوفر وربما تكون معقدة نوعا ما مما يجعل الجرحى يواجهون قدرهم للأسف الشديد، والبعض الذي إذا قبل ربما له فترة محددة ويجب عليه مغادرة المستشفى. أنا لدي شهادات لجرحى تم أخذهم بالقوة من داخل المستشفيات بسيارات عسكرية، إما أعيدوا إلى الجرحى وإما تم ترحيلهم إلى منفذ الوديعة ثم إخراجهم إلى اليمن أو إلى مأرب، هنالك نوع من اللامبالاة ونوع من المعاملة الفوقية، يعني نعم لدرجة أن يقول لهم إما أن تكونوا أنتم أو سيأتي غيركم بنفس الأموال، ما دام لدينا الأموال فالمقاتلين سيأتون، وبالتالي هذه المعاملة للأسف الشديد تتم بهذه الصورة في غياب ضامن حقيقي لهؤلاء، لا توجد حكومة، لا يوجد جهة يمكن أن تتحدث مع المملكة العربية السعودية، هؤلاء نعود تركوا سيد توفيق لقدرهم. لنقطة، كيف يذهب هؤلاء المقاتلين للحدود الجنوبية دون ضمانات، ومن المسؤول عن ذهابهم؟ من أين يتلقون هذه الأوامر؟ هم في حقيقة الأمر يذهبون تحت ضغط الحاجة، إما بسبب الفقر أو بسبب بالدرجة الأساسية يأتي سبب الفقر والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها اليمن،
والبعض يدفع بسبب أن يعني الحاجة، إما لسبب مرض أو لسبب معين يدفعه للذهاب للمملكة العربية السعودية لكي يحصل على، لكن هناك جنود كما معلومات تقول بأن هناك جنود يتم إرسالهم مباشرة إلى هذه الحدود بأوامر من رؤسائهم. لا، هي العملية التي تتم هنالك يعني نستطيع أن نقول مستويين من العمل. المستوى الأول هو وجود شبكة تمتد من داخل المملكة العربية السعودية إلى داخل القرى اليمنية، وهذه تقوم باستقطاب هؤلاء الشباب وإغرائهم مقابل مالي، بمعنى أنها عملية بيع وشراء وسمسمة وسمسرة ومتاجرة بالأرواح، وهؤلاء هم وقود المعركة. هنالك المستوى الثاني، وهي عملية سحب المقاتلين الذين لديهم خبرة أو المقاتلين من القوة من بين قوسين المقاومة الذين لديهم خبرة قتالية نوعا ما في الجبهات للدخول المملكة العربية السعودية من أجل أن يقودوا مثل هؤلاء المجاميع. هؤلاء يكون راتبهم أعلى وامتيازاتهم أكبر. لكن ما الذي حدث؟ حدث بسبب هذه الفوضى أن ظهرت طبقة امتياز ونوع من الفساد داخل حد الجنوبي، هو الذي يدير هذا الأمر بدون خبرة قتالية أو خبرة إدارية حقيقية. اليوم في المملكة أو في الحد الجنوبي هنالك خلية مكونة من سعوديين ومكونة من يمنيين، يقودها في السعودية آل جابر، أخو السفير السعودي سعد آل جابر، هم الذين يديرون هذه الجبهة مع مجموعة من اليمنيين. هنالك فساد كبير، هنالك ممارسات لا إنسانية، هنالك اعتقالات، هنالك حرمان من الرواتب، اقتصاص من الرواتب إلى غير ذلك، وهذا كله بعيد كما قلت لك، بعيد عن الأطر القانونية وبعيد عن المسارة والمسالك الإدارية التي يمكن تتبعها. نعم، لربما نعم سيد توفيق في حلقاتنا ذكر ما يتعرض له الجنود والجرحى من سوء معاملة ومن إهمال ومن إنكار لحقوقهم، حتى يتعظوا، حتى يفهموا كيف هو الوضع، وبالتالي عليهم الحذر حتى لا يقعوا في نفس الخطأ. سيد توفيق، من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الجرحى خصوصا في الحد الجنوبي؟ اليوم لا يمكن نتحدث يعني المسؤول بالدرجة الأساسية الحكومة. هؤلاء ينتمون إلى المجتمع اليمني، ينتمون للشعب اليمني. المسؤول عنهم بالدرجة الأولى والثانية الحكومة الشرعية. إذا افترضنا أن الحكومة لا تعلم، وهو افتراض غير صحيح بالمرة، لأن هؤلاء يحصلون على ما يسمى جوازات سفر اضطرارية صادرة من القنصلية اليمنية في جدة، بمعنى أن الحكومة الشرعية بصورة أو إذا كانت تعلم، وإذا كانت لا تعلم بمعنى أن هنالك نوع من الفساد ونوع من نوع من الفساد بمعنى أصح لإصدار مثل هذه التصاريح. اليوم الحكومة أصبحت تعلم عبر الإعلام، عبر التقارير، عبر المناشدات، لأنها أصبحت قضية الحد الجنوبي اليوم قضية رأي عام، وبالتالي الحكومة اليوم مسؤولة مسؤولية مباشرة بموجب الدستور وبموجب القانون اليمني والمواثيق الدولية. من المفترض أن الحكومة تشكل لجان تتخاطب مع المملكة العربية السعودية، وزارة الدفاع بصورة أو بأخرى، يتم اليوم دراسة هذه الأوضاع، كيف وصل هؤلاء الحد الجنوبي، لماذا هذا الوضع قائم بهذا الشكل، يجب تصحيح هذا الوضع بصورة مباشرة، لأن اليوم اللي يدافع عن المملكة العربية السعودية هم اليمنيون الذين استعادوا كثير من القرى التي كانت فقدتها السعودية، هم اليمنيون. لا أحد اليوم يستطيع أن يزايد علينا بالكثير من الأمنيات أو المن. اليوم هنالك دماء تدفع، هنالك أرواح تزهق، هنالك الأراضي السعودية تحتضن جثث يمنية قاتلت دفاعا عنهم، وبالتالي اليوم الحكومة الشرعية تعتبر متواطئة ومسؤولة أمام الدستور اليمني، حتى على المستوى الخارجي إذا تجاهلت هذه القضية أكثر من ذلك. نعم، كنت قد ذكرت لربما جزئية من الحل، هذا يتعلق بالجنود الذين يذهبون إلى الحد الجنوبي. بالنسبة للجرحى، هل من حلول واقعية يمكن معها الحصول على حقوقهم وبالتالي ضمان حقهم، ضمان ما ذهب منهم سواء أرواحهم أو حتى قطعة من أجسادهم، أيضا ضمان مرتباتهم؟
الأمر فيه كثير من التعقيد، لأنه اليوم لا نستطيع أن نتحدث عن جهة محددة يمكن أن يلجأ إليها الجنود، لكن اليوم بإمكان الجنود هؤلاء الجرحى بالدرجة الأساسية أن يقومون بتنظيم أنفسهم عبر رابطة، عبر شبكة، عبر مؤسسة إلى غير ذلك. هذه الشبكة تقوم بالتظاهر، بالضغط على الحكومة الشرعية لأنها هي المسؤولة. اليوم لا يمكن أن يقفوا أمام المملكة العربية السعودية. في نهاية شهر رمضان المبارك رأينا مجموعة من الجنود اليمنيين تظاهروا في داخل المدن السعودية يطالبون برواتبهم. للأسف هؤلاء عندما خرجوا تم اعتقالهم، إلى حد الآن معتقلين ما يقارب 25 جنديا يمنيا، أحدهم ظهر على قناة الجزيرة وهو يطالب المملكة العربية السعودية بصرف رواتبهم. أمس خرج بعضهم خلال الأيام الماضية يتحدثون عن تعذيب، يتحدثون عن إخفاء، يتحدثون عن أشياء كثيرة. أنا باعتقادي أن الجرحى داخل المملكة العربية السعودية من المستبعد أن يتحركوا أو يضغطوا على المملكة العربية السعودية لأمور متعلقة بالخوف الشديد من نعم التعذيب، من الإلغاء إلى آخره. لكن هم اليوم مستعد، يجب عندما يخرجون اليمن ينظمون أنفسهم، يجب أن يكون هنالك تعاون وثيق بين النشطاء، بين المنظمات، بين الإعلام، بين المنظمات الخارجية، بحيث تظهر هذه القضية إلى العلن، تتحول إلى تقارير دولية مخاطبة المنظمات للضغط على المملكة العربية السعودية ليوقف مثل هذا التجريد من أساسه. يجب أن يتوقف أولاً، ويجب معالجة وتعويض كل هؤلاء الجرحى أو حتى الذين توقفت رواتبهم خلال الفترات السابقة. نعم، شكرا جزيلا لك المحامي توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. الجريح وليد المسود تم الرصد، في أمان الله.